6 صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الشرطة التايوانية وصلت إلى مقر شركة جولد أبولو للتحقيق معها بشأن الأجهزة التي تعرضت لانفجارات في لبنان. قال مؤسس جولد أبولو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار ليست من تصنيع شركته، بل صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية. نفت وزارة الصحة اللبنانية ما تم تداوله على لسان وزير الصحة بشأن ارتفاع عدد ضحايا انفجارات لبنان. كانت الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة في تفجيرات أجهزة بيجر بعدة مناطق في لبنان. وأضافت الصحة اللبنانية أن التفجيرات أسفرت عن إصابة نحو 2800 شخص حتى الآن، بينهم 200 حالة حرجة. هذا وأشارت إلى أن معظم الإصابات الناتجة في الانفجارات كانت في اليد والوجه. أكدت مصر حرصها على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته مع أي طرف خارجي. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وخلال الاتصالين حذر وزير الخارجية المصري مجددا من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، كما أكد أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحا على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت. إلى اللقاء.